شهدت مختلف مناطق مملكة البحرين هطول أمطار الخير والبركة على مدار 4 أيام، وسط بهجة وفرح من قبل الأهالي بهطولها والدعاء بالخير والنماء. تمطر فتفرح الأرض بماء السماء، يرقص الأطفال تحته متناسين كل ما حولهم ليعيشوا لحظات بهطوله بكل براءة وسعادة، فترى كل منهم يتسابق لإحضار وعاء يجمع فيه بركة الحديث عهد بربه، يترك المطر شذا عطره ليبعث الانتعاش والأمل في نفوس البشر. سبحان الله لروعة البرق والرعد حين يبشر بقدومه. جمال المطر ليس فقط لحظة هطوله، بل قبل وأثناء وبعد الهطول لفرارة جماله، فيترك الأرض خضراء ويضفي على النفوس البهجة بعبقه المميز العاطر. كم هو رائع سقوط المطر، يلتقي مع فطرة الإنسان فيبهج النفس ويبعد الحزن وينقش على الجدران الأمل بلمساته الباردة. عظمة الخالق سبحانه وتعالى تنزل إلى المخلوقات بالرحمة ما يجعل المطر في الضمير الشعبي رمزا للفأل الحسن والخير والحياة والنماء، كما يرمز للطهارة والبركة، فاللهم صيبا نافعا. ولمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع كان معنا في نشرة سابقة سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث أكد أن الوزارة مستمرة في جهودها لتخفيف أثار ارتفاع منسوب الأمطار على الحركة المرورية وشبكة الصرف الصحي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان وأعضاء المجالس البلدية في المدن والأحياء بمملكة البحرين. تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، تستمر وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني جهودها بكافة مدن وقرى المملكة لتخفيف أثر هذه الأمطار على الحركة المرورية بالدرجة الأولى، وأيضا التأكيد على أن شبكة الصرف الصحي أنها تعمل بكل فعالية وكل طاقة. الواقع هناك تنسيق كامل بيننا وبين الأخوة في وزارات الدولة، ومن أهمها وزارة الإسكان. هناك زيارات ميدانية مشتركة مع زميلي سعادة وزير الإسكان وأيضا وكيل الوزارة وطاقم الطوارئ من كلا الوزارتين. تم تفقد الكثير من المواقع على شبكة الطرق الرئيسية وأيضا في الأحياء الداخلية. تم أيضا التواصل مع الأخوة أعضاء المجالس البلدية، وقمنا في ونواصل حاليا تفقد المناطق الداخلية في المدن والقرى. من جانبه قال مشرف عمليات الأرصاد الجوية أنور الملا أن نسبة هطول الأمطار وصلت إلى 125 ملم عند جسر الملك فهد، وهي تعتبر ثاني أعلى نسبة لشهر فبراير لمجموع هطول الأمطار منذ عام 1988. من 11 فبراير حتى ظهيرة يوم الجمعة اليوم كان كمية الهطول على مطار البحرين الدولي 91 ملم، وكانت أعلى شيء على جسر الملك فهد 125.6 ملم. بالمعلومة طبعا هاي ثاني أعلى مجموع للهطول لأشهر فبراير، وسجلت أعلى كمية في هذا الشهر في سنة 1988 حيث بلغت 106.8 ملم. التوقعات إن شاء الله إحنا نشوف كمية المطار إن شاء الله بتتقل بسبب مثل ما ذكرت تحرك المنخفض الجوي، وبيكون تأثيرها الحين في البداية إن شاء الله على المناطق الجنوبية خاصة على الأحوار والمناطق البحرية الجنوبية، مع وجود أمطار خفيفة جدا مصاحبة للغيوم المنخفضة، تكون أمطار جدا خفيفة
وطبعا بدات علينا الرياح الشماليه الغربيه بالتاثير، حيث تبلغ الان احنا عندنا على المطار البحرين الدولي 17 عقده، متوقعينها ان شاء الله تزيد خلال الليل وبكره، وفي بيكون تحذير حق رياح قويه السرعه خاصه خلال ثلاث ايام الجايه ان شاء الله، وبيتحول الطقس ان شاء الله الى بارد، بيكون غائم جزئيا احيانا باذن الله تعالى.